قليلي عمتي، شو أعمل؟ أنا بصراحة كتير مزعوجة. ليش بناتها لجعن في ما عم يحكوا معي ولا كلمة؟ ليش هنن هيك خايفين مني؟ هنن بس مو متعودين عليكي، بدهم فترة لحتى يتعودوا. هنن لساتهم صغار، شوية وقت وبصيروا مناح معك. عمتي، هنن بيحكوا مع كل اللي بالبيت وبيتصرفوا معهم بلطافة وبيحبوهم. جانفي قالت لي إنه هنن خجولين، بس حاسة غير هيك. حاولت إني ساعدهم بس كأنه ما بدهم يعني أبدا. بالنهاية هنن بيضلوا أولاد، والأولاد بهالعمر بيكونوا معلقين بأمهم. تشيني وبيني متعلقين بجانفي كتير، هذا شي عادي. خلص لا تفكري بهي القصة. لا أنا عم فكر، بس اليوم الصبح بظن سمعتهم عم يقولوا له لآدي بابا، وما صدقت شو عم اسمع. شو اللي صاير عمتي؟ قولي يلا، أنا عن جد في شي مو فهمانته. لا بنتي، ما في هيك شي أبدا. الأولاد ما قالوا بابا لآدي، أنا كنت قاعدة معهم. لا يا عمتي، قالوا هيك، متذكرة كتير منيح، سمعتهم لما كنت بالمطبخ. آدي كتير قريب من البنات، بس غير هيك ما في شي بالمرة. يلا روحي افطري، أنا رح روح شوف نيها إذا صارت جاهزة، رح آخذها لعند الدكتور. أكيد عم يخبوا شي. ليش البنات خايفين مني لهالدرجة؟ في شي لازم أفهمه، لأنه القصة كتير كتير صارت عم تزعجني. شو المفروض أعمل يا ترى؟ مع مين لازم أحكي؟ الأفضل إني أسأل آدي. لا لا، ما رح أسأل آدي، وقتها رح يقول عني إني عم فكر زيادة بهذا الموضوع. بتذكر قبل بمرة عصبته وطلع كل شي عم فكر فيه كان حلم. لا بس لازم أعرف شو اللي صاير لحتى ريح راسي من هالقصة. بس لسه في عندي أسئلة كتير. خلص أحسن شي أسأل آدي. جانفي، ليش ما عم تاكلي؟ عادي ماما، هي بتكون مشتاقة لآدي مو هيك؟ لحظة بس، كيف لمعه عيونها؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.